فعلا انتو يعني اي سلاح بدخل السودان للدعم السريع دايما انتو عارفين توجور مثلا عم جرس ده بس سلاح ده غير يمشي، يعني شغل تشوفوه ده ممنوع، تشوفوه ده لا التصوير ممنوع عندهم، ترى ما داري يصوروا الا بالقطع في ده يمر بيت مرة لو مرك بينتشر لان هنا سريع ان عندنا ناس جوا، لكن يخافوا من التصوير، التصوير ممنوع، لو صورت لديوك مشكلة كبير. أصلها ده كمية كبيرة يا أخي والله ما تتخيل، الأصلها البدخل في دارفور والله كتير كتير جدا جدا ما تتخيل، ترى شغل كمية كبير مرة واحد. ناس دول ما ترى عندنا لو ما وقفته والله المشاكل في السودان ما تقف، مشاكل في السودان ده ما تقف، معقولة ناس الدعم السري من يوم الواحد ليلة قريب كام شهور يعني، ونو أصلياتهم من خايف نقعد بتخايم أكتر زي ده. مطار أنجرس شغال، محمد كاكا هذا هو جاي يسوي فتنة كبيرة، أكبر فتنة كبيرة. أنا أريد أن توصل هذه الرسائل إلى جميع القوات المسلحة وجميع السودانيين، أريد أن يعلقوا لهذه الفيديو ويرونه كيف ينقل أي نقل الأسلحة الثقيلة إلى الدعم السريع. أريد أن تنشر هذه الصوتيات يا عبد الفتاح البرهان، أنا أكلمك ده أنا إنسان تشادي ما عندي لكم علاقة يعني في السياسة السوداني، أنا تشادي، أما هذا الرجل الذين يسمونه محمد كاكا فسوف يدمر نفسه ويدمر التشاديين عامة خلفه، عامة خلفه. يا عبد الفتاح البرهان وناس كباشي وياسر العطا، أنا أوصل لكم هذه الرسالة فاستمعوا إليه وشاهدوا هذه الفيديو فسوف توصلكم إن شاء الله، سوف توصلكم وتشاهدوا هذه الفيديو. أسلحة ثقيلة جدا متوافق، الطيارات نازلة في مطار أمجرس كثيرة جدا جدا، كل أسلحة بس جاية أن تريد إمارات ما أعرف من وين، يعني خمام كتير، خمام كتير مرة واحد. والله شغل ده، الشغل ده يولي نار في أمجرس، وعندنا شاهدين كل يقولنا ويغادي وراه، حتى العسكر خايفين من الكلام ده، لكن ما أعرف ظل ده خطوب شغل وايد يخاف، شغل وايد سو خوف وقايد كما خوف، ده شغل ده ما يجي. الناس أنا أمجرس قمة سو شنو مظاهرات، أني الناس أنا فرنسيين الناس أنا أمارات ده يجيبوا سلاح هنا ما ندرو ده تاجوم، الناس أنا أمجرس كلك أنتم قرص وفقل لبطان يمشي يعرج فوق مجان وسقطه وكان يسوقهم على كيفهم تولي. هاي أنا كان سي كنت كان صوتي ده ما في جو ده ما صوتي أنا اتنين بوكال اتنين انت ده بوكال ده وزي في كلام أنا كو في جروبات ده كله كي وزي كلام صوتي وفوق انت ده قاعد يرتون صوتي ده زول جوبو هاللي يترجموا لكو، أريد الصوتية يوصل إلى عبد الفتاح البرهان إن شاء الله.